متابعي طقس العرب في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. نقدم لكم هذا التحديث الخاص بالأحوال الجوية الحالية من المنزل، حيث نقوم باستعراض آخر التحديثات معكم أول بأول. نلاحظ معكم من خلال هذه الصورة، هذه الصورة تمثل درجات حرارة حاليا أو الآن المنقولة عبر محطات طقس العرب في مختلف مناطق المملكة. نلاحظ معكم أجواء باردة بالفعل بالخارج، بالرغم من الفعالية الرئيسية التابعة لهذا المنخفض، سواء من الهطولات المطرية أو الثلجية أو البرودة في طبقات الجو كافة لم تدخل بعد إلى المملكة، وهي على موعد الدخول للمملكة مع ساعات مساء هذا اليوم والليلة القادمة. نلاحظ معكم درجات الحرارة من خلال هذه الصورة متدنية للغاية، تقريبا بحدود 3 درجات مئوية فقط في مرتفعات المملكة العالية. مثلا المنطقة الأولى هي منطقة تلاع العلي عند القاعدة الجوية في أعالي منطقة تلاع العلي في العاصمة عمان، 3 درجات مئوية فحسب هي درجة الحرارة حاليا الآن، في حين نلاحظ معكم منطقة راس منيف 3.1 درجات، كذلك الحال منطقة عنجرة في أعالي محافظة عجلون، أيضا جنوب المملكة في الرشادية 3.6 درجات مئوية حاليا هي درجة الحارة. توقعات بانخفاض متسارع الحارة مع ساعات المساء والليلة القادمة بمشيئة الله، يسبق هذا الانخفاض المتسارع انتظام في الهطول المطري بمشيئة الله تعالى في عموم المنطقتين الشمالية والوسطى، ترفق بزخات من البرد، كذلك الحال بالعواصف الرعدية بمشيئة الله. يمتد هذا الهطول المطري ويكون على هيئة ثلوج بحول الله مع ساعات الليلة القادمة إلى المرتفعات المنطقة الجنوبية. نلاحظ معكم الآن من خلال صور الأقمار الاصطناعية الخاصة برصد حركة السحب من حولنا مباشرة لدينا وهنا في طقس العرب، نلاحظ معكم مركز المنخفض الجوي حاليا إلى الغرب من الأراضي اللبنانية ويتحرك نحو الشرق والجنوب الشرقي. يترافق هذا المنخفض مع حزام نشط من السحب الممطرة بغزارة، تتموضع هذه السحب حاليا من غرب الساحل السوري مرورا بلبنان حتى أقصى السواحل الشمالية المصرية. جميع هذه السحب هي من نوع الممطر، أيضا يتخللها سحب ذات تحمل الثلوج. تتحرك هذه السحب جميعها نحو الشرق والجنوب الشرقي قادمة نحو دولة فلسطين ثم المملكة خلال الساعات القادمة. أيضا نلاحظ معكم تشكل السحب بطابع محلي فوق المملكة تتسبب حاليا بهطول لزخات من الأمطار. كان هذا آخر التحديثات حتى اللحظة هنا من طقس العرب في المنزل، إلى اللقاء.